بالنسبة لأرقام الأصابع اليد اليسرى، أول شيء الإبهام في اليد اليسرى راح يكون وظيفته إنه يضغط من الخلف عشان تقدر تضغط بإحكام على أي خانة تبى تعزف عليها. فبالتالي حيكون باقي الأصابع أرقامها السبابة 1، الوسطى حيكون 2، البنصر 3، والخنصر 4. بالنسبة لليد اليمنى، يد الموتور هاند، يد العزف، حتكون بأساميها. طبعا حيكون لها اختصارات بالإسباني حسب الشكل اللي واضح في الشاشة، الإبهام، السبابة، هذه رموزها طبعا باللغة الإسبانية. الآن حنشرح بعض الاستايلات في الاسترامينج كيف ممكن نستخدمها مع المترونوم. بالنسبة للمترونوم تقدر تحمله من تطبيقات موجودة كثير في السمارت فونز. أول تمرين معانا الخاص بتقوية الأصابع في اليد اليسرى. أعطينا لكل إصبع خانة، 1، 2، 3، 4. بتكون بهذه الطريقة. أول شيء الوتر ينعزف بدون ما نضغط، بعدين نضغط بالسبابة، الوسطى، الخنصر، البنصر، ونفس العملية مع الوتر اللي بعده. في عزف الألحان على الجيتار بيكون في نظام في استخدام الأصابع. الإصبع رقم 1 بيكون مسوع عن أول خانة، الإصبع الثاني حيكون مسوع عن الثانية، والثالث على الثالثة، والرابع على الرابعة، وهكذا. احنا كمبتدئين بنعزف دايما او بنبدا نتعلم في اول 3 خانات اللي هي القريبه من بدايه كيبورد الجيتار. حنبدا من الوتر السادس، اكبر وتر عندنا، اول نغمه نعزفه بدون ما نضغط اصابعنا على اي شيء، بعدين نضغط اصبع الاول على اول خانه في الوتر السادس، وهكذا الى ان ننتهي في الضغط رقم 24 على الخانه الثالثه. حيكون فقط خاص باول 3 خانات، يعني ما حنستخدم الاصبع الخنصر، حنستخدمها بهذا الشكل. ده التمرين بيكون الإبهام في الوتر السادس، السبابة في الوتر الثالث، الوتر الثاني بعزفه بالوسطى، والوتر الأخير بالبنصر. فبالتالي لو عدناها من جديد حتكون بهذا الشكل. ده التمرين 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
ومع أول ضربة في المترونوم حنبدأ من الوتر السادس. ده التمرين هدفه أنه نمرن الأصابع أو نتعود كيف نلمس الأوتار بالطريقة الصحيحة عشان ما نلمسها خطأ. أول شيء حناخذ مثال على هذا الإيقاع، حتلاقوه بعد فترة إن شاء الله في الموقع، موجود عندكم في الكاريوكي، تقدروا تحملوه وتتدربوا عليه.